السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم هنقدم لكم كيكة إسفنجية رائعة جدا بجوج طبقات ممزوجين بشكل هائل كيف ما كتشوفوا معي. الشكل كيجي والطريقة جد بسيطة، ما تحتاج مجهود بزاف والنتيجة باهرة. نخليكم على المقادير والطريقة التحضير. ما تنسوش شجعونا واضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، خرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، ما يعادل تقريبا جوج كيسان ديال العنبة أو جوج كيسان ديال كأس تاع الشاي، 200 غرام ديال السكر الخشن أي سنيدة ما يعادل تقريبا كأس ونص ديال العنبة أو كأس ونص تاع كأس ديال الشاي. كأس ديال الشاي كنعبرو به كأس ونص تقريبا. هنايا كأس العنبة كناخدو الربع ديالو نتاع الزبدة، ربع نتاع كأس ديال الزبدة، جوج معالق نتاع شوكولاتة غبرة أي كاكاو، جوج معالق كبار، هادي جوج معالق كبار، جوج معالق كبار ديال مايزينا، معلقة صغيرة نتاع خميرة كيماوية، معلقة صغيرة نتاع فانيا، واللي ما عندوش هاد الفاني يدير ساشية أو سائل. عندنا خمسة ديال البيضات. بسم الله على بركة الله، كناخدو البيض كنعزلو بياض البيض وصفات البيض، كناخدو هاد بياض البيض كنديرو واحد قرصة ديال الملحة على هاد الشكل، وكنبقاو كنطربو حتى تنحصلو على بياض بحال الثلج. بسم الله. بعد ما أصبح بياض البيض على هاد الشكل كنبقاو نصبو سنيدة شيئا فشيئا، معلقة معلقة، وحنا كنطربو حتى تيتعقم لينا هاد الخليط مزيان. حنا كنطربو وكنصبو سنيده. بعد ما مزجنا بياض البيض صبح لهذا الشكل مع سنيده كيصبح لهذا الشكل، هانتوما كتشوفوا ها هو على هذا الشكل، كنتركوه جانبا وكنطربو حتى تنطربو صفرة البيض مع شي زبده عاد تنمزجو هذا الخليط ديالنا. بسم الله. الان كناخدو صفر ديال البيض كنزيدو فيه، نزيدو فانيا كنمزجو على هذا الشكل مزيان، كنزيدو الزبده، كنبقاو نمزجو بهذا الشكل باش نصبو على بياض البيض. بعد ما مزجناه غادي نخلطو الخليط الاول مع الخليط الثاني، بياض البيض مع هاد صفرة البيض. من بعد كنبقاو نصبو هاد صفرة البيض على بياض البيض وحنا كنمزجو شيئا فشيئا، كنبقاو نخلطو على هاد الشكل هكا باش ما يتهرس لينا هاد البيض ديال البيض. كنطلعو من الفوق للتحت وحنا كنمزجو، على هاد الشكل للتحت للفوق المزج. بعد ما مزجنا بياض البيض مع صفرة البيض الان غادي نمرو للمرحله التاليه، كناخدو الدقيق كنمزجو المواد الجافه، هذه الخميره مايزينا، واللي ما متوفر عنده المايزينا يمكن يعوضها بالدقيق لان هاد المايزينا كتجعل هاد الكيك مسفج ولذيذ بهذا الشكل. الان كناخدو المزيج هذا وكنبقاو نصبو فيه الدقيق وحنا كنمزجو، كنمزجو من الفوق للتحت دائما باش هاد
الخليط ديالنا ما ينزلش. كتجينا الكيكة مسفجة وكنبقاو مستمرين حتى نكملو جميع هاد الدقيق اللي عندنا. بعد ما نجنا الخليط مع الدقيق كنحاولو هاد الخليط نقسمو على جوج. بسم الله. بعد ما قسمنا الخليط ديالنا على جوج كناخدو الجبانية وكنوضعو الشوكولات غمرة بهذا الشكل، كناخدو واحد القليل من الحليب اللي بيخلط لينا، حنا كنصبو وكنخلطو. واللي ما متوفر عنده الحليب يمكن ندير الماء، هي باش حنا نمزجو ونخلطو هذا الكاكاو عاد نمزجوه مع العجينة اللي قسمنا. بعد ما مزجنا الشوكولات مع الحليب على هذا الشكل كما كتلاحظوا، غناخدو هذا الخليط ونصبوه فيه باش نمزجوه مزيان. الان كنمزجو هذا الخليط الشوكولات مع هذا العجين، كنمزجوه مزيان حتى نحصلو على اللون المطلوب، لون الشوكولات بهذا الشكل. دائما المزج تيكون من التحت للفوق باش هاد العجين ما طيحش لينا وتخسر. نتوما على هذا الشكل الخليط الاول والخليط الثاني صبح الجاهز. كناخدو هذا المول طويل على هذا الشكل، وبعد ما دهناه بالزبده ودهنا ليه الدقيق كناخدو جوج معلقات، المعلقه الاولى من هذا الشكل، وكنصبو الخليط كنصبوه في الوسط. الخليط الاول ابيض، كنبقاو كنديرو الخليط اللي فيه الشوكولات كذلك بهذا الشكل. كنديرو معلقه هكا خليط ابيض خليط اسود الشوكولات حتى تنهيو جميع هاد الخليط اللي عندنا. كنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع هاد الخليط. كنبقاو مستمر على هاد الشكل، معلقة خليط أبيض معلقة خليط اللي فيه الشوكولاط. بعد ما كملنا الخليط الآن غادي ندخلو هاد الطاوة للفران. واحد النقطة مهمة، الفران يكون ساخن، وحيت ندخلو هاد الطاوة نقصو عليه العافية، تكون العافية متوسطة وما نحلوش العافية حتى ما نحلو على المول على الكيكة حتى تطمر تقريبا 30 حتى 35 دقيقة باش ما الكيكة تنزل لينا. بعد ما خرجنا الكيك من الفرن بحال هذا الشكل انتما كتشوفوا، الان غادي نحيدو من المول. هاهو جا على هذا الشكل، نحاولوا نقسمو كيجي المنظر ديالو رائع. كيجي الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما قطعناه جا على هذا الشكل. المنظر ديالو ها هو كي كيبان، كيبان المنظر ديالو رائع، حتى الشكل ديالو ها هو خفيف ولذيذ. الشكل كتشوفو، كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوه وبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.